انتاج مخرج اسمه جي جي ابرامز، ده اللي عامل سلسله افلام ستار وور. هو المفروض ان هو هيبعت لي سكريبت اخر الشهر ان شاء الله، ونحدد ميتنج في شهر فبراير انه انا اشتغل معاه فيلم. ده بناء على مكالمه تليفون منه. انت شعورك ايه وانت هتشاركي في فيلم عالمي؟ انا شاركت، لا انا شاركت قبل كده في فيلمين، قبل كده فيلم نايرو او النيل مع اليابانيين، وفيلم الماني اول ما ابتديت حياتي. فانا ما عنديش مشكله، عالمي محلي، المهم ان انا بعمل حاجه بحبها، مش هتفرق. رانيا كمان انا حاسه شويه انت حزينه ليه؟ لا انا صاحيه بدري بس مش نايمه كويس. انا مش حزينه خالص الحمد لله. خلاص هتستقبلي العام الجديد، تقولي لنا ايه يعني، ايه اجمل حاجه واوحش حاجه؟ اجمل حاجه نجاح مسلسل كانه امبارح الحمد لله، واخد صدى كويس جدا في الوطن العربي وفي مصر الحمد لله، ربنا كرمنا بيه. ويا رب يعدي السنه دي على خير بقى ان شاء الله، وتبقى سنه 2019 خير من غير مشاكل من غير مسؤوليات زياده يعني. اشكرك جدا.